أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل أنه انتقض وضوءه عند سعيه بالصفا والمروة. أنه انتقض وضوءه بخروج ريح. نعم. في الصفا. يعني أثناء الشوط الثالث، فما الحكم؟ السعي لا بأس. السعي يجوز أن الإنسان يسعى وهو على غير طهارة، ولو انتقض وضوءه، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، بخلاف الطواف. الطواف لا بد له من الطهارة. قوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت، اصنعي ما أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الأثر، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا الأثر يروى بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتشترط الطهارة للطواف، بخلاف السعي فإنه لا تشترط له الطهارة لعدم الدليل على ذلك.